لا لا مش عاجبني كده اداء الفريق. فين الكلين شيت؟ فين الكلين شيت اللي احنا متعودين عليه؟ فين بقى الحلاوه والجمال ان احنا نطلع كلين شيت كده مش لابسنا اهداف، وتقعد مثلا كده تتفرج على كل الجمهور بتاع توتنهام وهو بيقول لك شوف الفرق بين الدفاع بتاعنا وبتاعهم، اللي هو سبحان الله السيتي بقى دلوقتي بيتكلم بالدفاع الكويس، اللي هو ياه احنا في اخر الزمان والله يا جماعه. لو انتم مشجعين مانشستر سيتي فممكن تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو عجبك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك واعمل سبسكرايب برده في الحالتين. يعني انا اخيك اسلام حنفي وهذه قناه اسمها بتاع تكتيك، وبما ان احنا بنتكلم في التكتيك والنهارده مباراه ويست هام ومانشستر سيتي. ويست هام معروف ان هو الفرق اللي السيتي معرفش يكسبها الدور الاول، وتعادل 1-1 وبرده نفس ميكيل انطونيو هو اللي جاب الجون بتاعهم بتاع الدور الاول. بس برده الغريب يا اخي ان ما كانتش من ناحيه كايل ووكر، مع ان كايل ووكر برده كان بيلعب المباراه دي اساسي. النهارده بيقرر سيد ديفيد مويس ان هو يلعب قدام السيتي بال 3-4-2-1، 3-4-2-1 عايز يعمل زحمه في نص الملعب وعايز يخلي السيتي مستحوذ على الكوره تمام، وانا هلاعبك جيسي لينجارد ناحيه كايل ووكر عشان خاطر معروف ان كايل ووكر في الحاله الدفاعيه بسم الله ما شاء الله لعيب عنده فيتامين غباء، وممكن في 60 ثانيه بس يخلص لك المباراه على مانشستر سيتي. وهذا ما كان سيحدث عزيزي، لان كل كوره كانت بتتلعب ناحيه جيسي لينجارد كنت بتلاقي ان جيسي بيضم ناحيه اليمين، وكمان كنت بتلاقي ان مايكل انطونيو اغلب الوقت برضه بيضم من ناحيه اليمين علشان خاطر يدوروا على بصيص الامل اللي موجود في دفاع مانشستر سيتي وهو السيد كايل ووكر. شوف برغم ان الناحيه الثانيه مفترض ان بابلو فرانس بيلعب على الناحيه بتاعه زيرتشينكو، اللي هو زيرتشينكو مفترض ان هو قصير وازعه وممكن عادي جدا تاخد منه تحامات هوائيه، بس كل مدرب بيحط خطته على كايل ووكر لانه اسطوري طبعا، والراجل عنده اخطاء يعني ايه دوبك كوارثيه بتؤدي الى اهداف بس. يعني مثلا لو نطينا بعيد كده وكلمنا على لقطه الهدف اللي دخل في مانشستر سيتي النهارده، بص كايل ووكر كان بيبص فين؟ يعني مثلا والكره بتتلعب من جيسي لينجارد، كايل ووكر مثلا ما شافش ان مايكل انطونيو واقف لوحده ورا فرناندينيو، لا هما الاثنين باصين على الكوره، اللي هو مفترض يعني ابجديات اللعيب اللي في الخط الدفاعي انك بتقول له ما تبصش على الكوره، روح بص على الراجل بتاعك، اللي هو مين الراجل بتاعك؟ اللي هو مفترض اي حد بيسقط ناحيه اليمين مكان كايل ووكر، بس احنا عندنا كايل ووكر لا مش طبعا الكلام ده. جيسي لينجارد بيلعبها وبيبص يلاقي ان مايكل انطونيو اللي واقف ورا فرناندينيو مفترض ان هو ينط يمسكه، لا انا هروح اعمل واجبين كده مع بعض، هبص على الكوره وراح امسك اللعيب، ما اعمل حاجه من الاثنين. وكالعاده بيقرر ان هو انا هبص النهارده على الكوره، وبتلاقي ان هدف التعادل جه. مشكله بقى موضوع التعادل والكلام ده ان انت عندك مشكله في مانشستر سيتي. بس لما نكمل التشكيله، مفترض ان ديكلان رايس موجود، شوستيك موجود، جونسون وكوفال موجودين. جونسون وكوفال دول كان كل مهمتهم انك تقف قدام رياض محرز كجونسون، ووراك طبعا كريسويل، والناحيه الثانيه هتقف قدام فيرن تورس اللي هو اساسا لسه تايه ومش قادر ان هو يجيب مستواه، وكان مفترض ان شوستيك وديكلان رايس مفتاح لهم ان هم يعملوا ادوار هجوميه مع ميكل انطونيو ومع جيسي لينجارد ومع بابلو اللي هو زي ما قلت لك كان راكن ناحيه زيرتشينكو. فريق ويست هام لعب مباراه كويسه جدا، دفاعيا لعب مباراه حلوه، هتقول لي دفاعيا لعب مباراه حلوه قدام السيتي، فين بقى خط هجوم السيتي القوي؟ لا معلش اجويرو بيلعب النهارده، اجويرو كان تقدر تقول عليه كده ان هو ما لعبش كتير السنه دي، وفقت حسيت المباريات كانت 4-2-3-1 في البدايه، كان جندوجان هو اللي بيلعب مركز 10، وكان بيلعب كيفن دي بروين جنب فرناندينيو 1-1-6 اللي هو فرناندينيو، وكيفن دي بروين كان بيلعب مركز 8 ومتاح ليه ان هو يعمل واجبات هجوميه، واللاعب اللي كان بيضم في نص الملعب علشان يبقى ديفندر تاني والكره مع السيتي هو زيرتشينكو، علشان متعودين احنا على موضوع ان كايل ووكر ده لعيب غبي وان هو ما بيعملش غير واجب بس جوه الملعب. يعني مثلا اتفرجت على المباراه اللي فاتت بتاعه بروسيا مونشنجلادباخ في دوري ابطال اوروبا، هتلاقي ان كايل ووكر كان متاح ليه ان هو تتحرك بس يا ابني 10 متر، اللي هو هتطلع بس قدام، اطلع بس قدام كده خليك على الخط، انما ما تضمش جوه الملعب، ما تحاولش تكون ديفندر تاني، ما تحاولش تعمل حاجات اساسا سابقاك بسنين ضوئيه. فالنهارده كنا بنلاقي ان زيرتشينكو هو اللي بيضم جوه الملعب علشان خاطر يتيح لكايل جندوجان او كيفن دي بروين التقدم للامام، وكمان كنا بنشوف ان في فتح على عرض الملعب، كنت بتشوف ان فيلم تورس بيروح على اخر خط ناحيه الشمال، كنت بتشوف الناحيه الثانيه رياض محرز بيروح على اخر خط ناحيه اليمين، بس رياض كان بيواجه مشكله ان زي ما قلت لك كان موجود جونسون وكان موجود كريسويل وكمان ديكلان رايس كان بيضم عليهم، فكان رياض بيواجه مشكله كبيره جدا ان هو يعرف يتعامل مع ثلاث لعيبه، فكنت بتلاقي ان رياض محرز عنده واجبات محدوده نوعا ما هجوميا لان هو مقفوله تماما ناحيته، وعنده مشكله انه بيبص بيلاقي كيفن دي بروين مش في حالته، فيرون تورس مش في حالته، اجويرو مش في حالته، خط هجوم كله مش في حالته، فهيجي لك الدعم منين بقى؟ كرة ثابتة يطلع لك فيها الاثنين مساكين بتوعك، وده فعلا اللي حصل، كل كرة ثابتة كان بيطلع فيها ستونز وكان بيطلع فيها روبن دياز كانت بتبقى خطرة جدا على دفاع ويست هام، وبيقدر روبن دياز ان هو يجيب الهدف الأول، وطبعا الهدف بتاع التعادل أنا عمال أقول لك بقالي ساعة إن الراجل مغفل كايل ووكر ومش محتاجين إن احنا نتكلم فيه. كنا منتظرين ان السيتي هينزل يعمل تغييرات، بس هو التغيير اللي كان متاح لبيب ان هو ينزل
جيسوس مكان اجويرو اللي تاه تماما واللي بان ان هو مش قادر حتى يعمل اي حاجه. يعني كيف دي بروين في واحده بيقدر يعدي فيها من عيسى ديوب ويخش لجوه وبيلعبها بيلاقي ان مفيش حد لا في رياض ولا في برناردو اللي هو مش موجود النهارده. وعندنا مشاكل كتيره قوي ساعدتك في عدم وجود برناردو وعدم وجود رحيم ستيلنيك، فكان برضو متاح انك تعمل ايه؟ دور على المساك اللي هيزيد في الكره الثابته تاني، وتلاقي ان رياض محرز بيبص حواليه بعد كل الزحمه اللي موجوده في 18 بيلاقي ستونز اللي بيعمل فينش ما يعملوش مروان محسن بوستيلير الكره المصريه عندنا علشان خاطر الكوكب كله يبدا يتكلم بقى على حته ان السيتي الاثنين مساكين خلصوا له ماتش كان ممكن ان هو يكون صعب ويطلع تعادل. احلام انا مؤاخذه كانوا بيضيعوا ماتشات السنين اللي فاتت لما الاثنين مساكين برضه، يعني مش ربنا كرمنا باثنين مساكين تقعد تحقد لي يابا وتقول لي ما توتنهام كان بيفاوض روبن دياز وليف استخسر ومش عارف مين كان عايز يجيب ستونز. اما بطلوا حقد بقى يا جماعه وبطلوا اللي انتوا فيه ده، سنه كده والحمد لله ظبط خط الدفاع في السيتي، هتقعدوا تحقدوا علينا؟ بطلوا يا جماعه اللي انتوا، كل واحد ركز في مكانه. معلش بقى كسبت لك ويست هام النهارده، انت كتشيلساوي اكسب ليفربول تبقى رابع، لو انت من ليفربول اكسب يا عم وحاول انت تخش تاني مع الرابع. عايزين ايه يا جماعه؟ والله بنديكوا هدايا كتير يعني اشكرونا والله يا جماعه، بدل ما تقعدوا تحقدوا علينا وتقول عندهم اثنين مساكين ايه يا جماعه اشكرونا وخلوا فيه روح رياضيه عاليه. والله اللي بيحصل ده يعني كتير والله، ولو انت من الناس اللي شايفه انه بيحصل فعلا مع السيتي كتير فممكن تعمل لايك وسبسكرايب. وهي دي ملخص موسم السيتي، خط هجوم عنده عقم، خط دفاع بيرجع بيطلع يشيله، وكمان في الحادث فهي بيقدر ان هو يشيل الكور كتير اللي على دفاع السيتي. فبصراحه شكرا جزيلا لكل خط كل الناس اللي قررت ان هي مش هتروح نجيب كوربالي وهنروح نجيب رومان دياز، وكانت فكره عبقريه يا عم بيبو. والله احنا اللي طلعنا اغبياء، كوربالي ايه يا عم سيبك منه، وكمان فكره عبقريه ان احنا نخلي ستونز. الحمد لله رب العالمين احنا بعنا ستونز لتشيلسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب واعمل ديسلايك وانزل اكشن في الكومنتات زي ما انت عايز.